الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليم. هذه وقفه اليوم من جزائر الشهداء، من جزائر المجاهدين، من جزائر الشباب، من جزائر الاحرار، من جزائر الثوره الثوار، من جزائر الوفاء لفلسطين، من جزائر الوفاء للمسجد الاقصى، من جزائر الوفاء للمقاومين المرابطين في ارض فلسطين. نزفوا لهم هذه الوقفه تعبيرا عن تضامننا وتآخينا ووقوفنا ودعمنا اللامشروط للمسجد الاقصى المبارك ولارض فلسطين المباركه وللمقاومين الاحرار، شرف الامه، عز الامه، فخر الامه. بارك الله فيك. زير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.